بدأ مشواره في رياضة التنس بعمر 6 سنوات. عاش في أسرة رياضية بامتياز. جده الراحل روبل مخزومة مؤسس لعبة التنس في اللاذقية وأحد مؤسسي اللعبة في سوريا. يعود الفضل لما وصل إليه يعقوب إلى والده رؤوف، الدعم الرئيسي له مادياً وفنياً. كرس وقته لتدريبه بمساعدة أخيه روبير لاعب منتخب سوريا سابقاً. حقق يعقوب العديد من البطولات، منها بطولة اللاذقية عام 2008 وحتى الآن، وبطل الجمهورية لكل الفئات 5 مرات، وصيف غرب آسيا عام 2008، وهو مصنف رابع آسيوياً عام 2009. شارك يعقوب مع المنتخب الوطني للأشبال في ببطولة كأس ديفيز 3 مرات، ساهم بتحقيق أفضل نتيجة في تاريخ سوريا في الهند عام 2011 عندما حقق منتخبنا المركز 9، وكنا على بعد 5 مراكز للتأهل إلى بطولة العالم في المكسيك. حقق يعقوب عدة بطولات، الITF العالمية مع شريكه اللاعب السوري عامر النو في الأردن ولبنان والإمارات، إضافة لفوزه بعدة بطولات محلية في لبنان. يعقوب مخزومة لاعب منتخب سوريا وبطل الجمهورية 5 مرات للفئات الأصغر من الرجال، ووصيف بطل غرب آسيا لعام 2008، فاز مؤخراً بلقب الرجال لعام 2018.